الاخوان لوطيل ديالنا حدا غالاتاتور، هاد غالاتاتور المشهوره بحال الفار اللي وريتكم من قبل. من هاد الفار هذا شباب كان طار واحد خينا، يعني حاول باش يطير نقز ساعه جابها في راسه. الاخوان حنا في بازار ايجيبسيان، البازار المصري في اسطنبول. شوفوا ما شاء الله كله توابل واسمو نفروي الساك والحلويات وش. شو شباب، اناناس سكري مجفف ولا كونفي. شوفوا الفريز كيف داير باباي، هذا ما عرفتش شنو هو الخضر، والله ما عرفت شنو هو. كوكو، تفاح، مانك، فول بطيخ. شوف حنا حدا هذاك البازار ايجيبسيان شباب، وكاين واحد جوج ديال التماثيل كيعبروا على واحد كيبيع داك الحلوى ديالهم، ماشي حلوى هي بحال الخبز فيه ججلان، يعني واحد كيبيع الاخر فهمتوا، وهذا اللي غادي يخلص فلوس. وجينا كنشوفوا، شوفوا سبحان الله العظيم، هذا زعما عنده الفلوس هو اللي غادي يشري من عند هذا. وشوفوا الناس حاطين فلوس، حاطين جوج ديال الليرات. شوفوا راه ديال بصح هادو، انا حساب لي لاصقين. شوف ما كاينش ليه مس، حاطين جوج ديال الليرات ما كاينش ليه مس. الله شباب دارين كارطونه ديال لوكوم لعباد الله اللي بغى يقصي. واش كاينس الاخوة؟ كيف ما كتعرفوا هاد القنطرة كلها صيادة، هادي كلها صيادة هاد القنطرة، هادي من جوج جوايع، والتحت ديالها كلها مطاعم ديال الحوت سبحان الله العظيم. اللي بغى ياكل حوت في اسطنبول وجا لهنايا حدا هاديك لاتور غلاطة المعروفة، هي هادي هاد لاتور غلاطة، وهاد القنطرة هادي، وتحت القنطرة عندك كلها
مطاعم ديال الحوت. البلاصه كلها مطاعم ديال الحوت يا شباب، شوفوا الحوت هنايا ما شاء الله، شوف كل حوت. والفوق الصيادة، شوفوا الفوق الصيادة. اخوان لا تشوفوا كي ضربوا الحوت، ماريوسكم بارك عليكم باللحم. الحوت رخيص، شوفوا راك عندكم المهني، كاين ريستوروني خاص، كاين ريستوروني غاليين، ولكن ردوا بالكم راه كاين المهني، راه كلشي الاثمنة كلها مأفيشي. هذا ما حنا خدنا اليوم، خدنا الصيد ديالنا نشوفها بحال البارح، وعطونا نفس الفرق ديال الماكرو. هذا الماكرو سيد، الماكرو كبيلة واعرة، وسي جاب لنا الصوبة، هذه صوبة ديال العدس، صوبة ديال العدس واعرة. اوكي تشكر كرداش. اوكي شباب ضربوا الحوت، راه ما غاديش بنين يا صاحبي. جينا لهاد الروضة الصغيرة شباب، في هذا المكان هذا فيها قبور ديال عائلة السلطان أحمد خان القرن السادس عشر. حنا حدا مسجد الأزرق، المسجد الأزرق، السلطان أحمد خان هو هذا دور القبر ديالو، والعائلة ديالو دايرة به، مرتو ولادو وبناتو. هلا الاخوان السلام عليكم. الا شفتوا الاسطنبول، هذا هو شارع الاستقلال المعروف، بحال الشوزيليزي ديالهم اللي كيتمشوا فيه الناس، وفيه المحلات، فيه لي ريستورون، لي بوتيك، المقاهي. هذه نوصيكم على واحد المكان زوين، وهو هذا بيكنيك كوكتيل. شوفوا هذاك الترامواي الصغير ديالهم اللي كيدوز من هنا، هذا في شارع تقسيم، هذا يعني الحي تقسيم، كيتسمى تقسيم، حي تقسيم. هذا الريستورون هذا بيكنيك كوفته، مخير ريستورون مخير، انا كنركومونديه لجميع الناس، كنصحكم الا جيتو وبغيتو تاكلوا شي حاجه بقاو تقلبوا فين غتاكلوا. عندهم واحد الكونسيبت مزيان 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 في هذا الريستورون هذي، ورخيصه. اجيو تشوفوا معنا. هانتوما شباب شوفوا كيديروا هنا كرياد، كتجي هنايا كتهز البلاطو ديالك وكتاخذ داكشي اللي بغيتي هنايا، ما غيبزز عليك ما والو، زعما يصيدك كلشي مكتوب عندك، لاكارت تمايا كلشي مكتوب. كتهز هنايا الماكله من هنا، كيعطيك الاخ هنايا تهز الماكله، عندهم الشوربه هنايا، هادي عندهم لي صالاد هنايا، هانتو عندهم هنا لي صالاد، حلوى ايران والمشروبات، وهنا لي كاطو ديالهم. كتجي كتوصل عند السيد تمايا لاكيس، وكتخلص داكشي اللي هزيتي في البلاطو ديالك، صافي كل تاخذ داكشي على حساب جيبك، وداكشي زوين يا شباب خير. المهم كنصحكم تجيو لهاد ريستورون هادي ان شاء الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، السلام عليكم.